أكدت تقارير إعلامية إنجليزية وإسبانية وجود الدولي الجزائري رياض محرز ضمن حيز اهتمام بعض الأندية في الليغا الإسبانية، ولم تفصح التقارير عن هوية الفرق المعنية بمتابعة لاعب لايستر سيتي الإنجليزي، إلا أن الأمر يتعلق بأندية تلعب المنافسات الأوروبية. ويبدو أن انتقال محرز للدوري الإسباني في الوقت الحالي غير بما أن الصاعد الجديد لايستر عاد هذا الموسم لدور الأضواء ويحتاج إلى لاعبه الجزائري، إلا أن إمكانية رحيله الموسم المقبل تبقى واردة بما أن الجزائري معجب كثيرا بالليغا الإسبانية.